مشاهدينا رجعنا لكم واكيد مع دكتور ماجد جابر الباحث بعالم او بالمجال التربوي. اليوم رح نتناول مثل ما قلت قبل الفاصل ثلاث نقاط: الامتحانات الرسميه، تحديات انطلاقه السنه او العام الدراسي القادم، ومستقبل التعليم بلبنان بظل الظروف يلي محيطه فيه. صباح الخير واهلا وسهلا فيك مره ثانيه دكتور جابر. كثير من التساؤلات والانتقادات طالت اجراء الامتحانات الرسميه للبكالوريا وعن مدى جديتها، خبرنا اكثر عن هالموضوع. اول شيء صباح الخير تحيه لكل جميع المشاهدين. كمان بالبدايه بتوجه تحيه قبل ما اخلص تقديم هذا التقييم للامتحانات الرسميه، بتوجه تحيه لكل المعلمين عن جد بذلوا جهود حثيثه بكل الظروف الصعبه. بتوجه تحيه لكل تلميذ وتلميذه تحدوا كل الصعاب وثابروا وتابعوا واتكلوا واعتمدوا على نفسهم حتى يقدروا يتجاوزوا هذا التحدي الكبير. بدي اوجه تحيه لكل مدير ومدير مدرسه اشتغلوا عن كثب، تحملوا مسؤوليات ودورهم بكل اهتمام ومسؤوليه واثبتوا عن شجاعه انه اني قد المسؤوليه. وبدي هني من قلبي كل تلميذ تابع ونال مرتبه، بدي هني المدارس اللي حققت يعني مراتب ممتازه، هيدا بدل على قدر المسؤوليه العالي اللي بيتمتعوا فيه، فالف تحيه لإلهم. اذا جينا نحن بدنا نعمل عمليه تقييم للامتحانات الرسميه، مما لا شك في انه هيدي الامتحانات فيها وجهين، عندنا وجه ايجابي لاجراء وكان في وجه سلبي. خلينا نكون شوي ايجابيين بالبدايه. طبيعه الحال هيدي الامتحانات اول شيء فينا نقول اعطت يعني حققت اعطت التلامذه الحقوق اللي لهم، يعني الطلاب اللي كانوا عم يطالبوا انه مني يحققوا الشهاده، قدموا الشهاده عشان الجامعات نالوا مثلا وهذا حق لهم. انصفت التلميذ المجتهد، انصفت المدارس المجتهده اللي عندها مسؤوليه عاليه. وكرست انه الامتحانات الرسميه ممكن تكون قائمه في ظل اي ظروف صعبه، يعني قطعت الطريق على تكرار امر معين ودائما ما نعمل امتحانات في ظل اي ظروف، لا الامتحانات اللي صارت قطعت الطريق انه نحن لا لازم دائما نكون جاهزين شو ما كانت الظروف بمعزل عن التحديات اللي عم بتصير في ضوء هذه الامتحانات. اثنين اللي بدي اقوله على المستوى السلبي، انا ما بدي اكون هذا جاس او هذا الاستحقاق خلص صار ورا ظهرنا، بس لنكون واقعيين كان ملفت بعض النقاط. هلا مما لا شك فيه انه هذا الامتحان كان في كثير حديث حول منه، كان في كثير متطلبات بعطائه، كانت الظروف والظروف المحيطه والتحديات اللي عم توصل في هذه الامتحانات كثيره. كان في عندنا تقديرات كثير عاليه، نسب النجاح كانت مرتفعه، هلا مرتفعه مش كثير، في منها حافظ على نفس المستوى مثل السنوات السابقه، وفي بعض الاختصاصات ارتفعت فيها نسبه النجاح، مما لا شك كمان ايضا فينا نقول انه هذه التقديرات العاليه كان لها اكثر من سبب، فينا نقول تقليص المنهاج الى الربع تقريبا مع وجود مواد اختياريه وقسميه وصل للربع تحديدا. عندنا موضوع مما يعني اللي صار بالامتحانات كان في تفلت نوعا ما، في غش بمكان ما حسب ما قالت وسائل الاعلام، انا بدي احكي باسم وسائل الاعلام، بدي احكي عن السنه كثير بهذا الموضوع، عدم التنوع في طرح الاسئله، يعني ما شفنا تقليص المنهاج فرض انه يكون عندنا محاور محدده، كمان هذا بيخلي الطالب يكون مركز اكثر واكثر. اذا في عندنا اكثر من عامل، اذا انا بدي اجي اطلع بتفاصيل النتائج بالنسبه المئويه للنتائج، فينا نقول نسبه علوم الحياه كانت السنه 90.3%، هي نسبه قريبه من السنوات الماضيه. علوم العامة كانت 91.03 كمان على مستوى السنوات الماضية مع فارق بسيط جدا. الآداب والإنسانية كمان كانت 79.9% كمان قريبة من مستوى السنوات الماضية. كان اللافت هو الاجتماع والاقتصاد والطلبات العليا. الاجتماع والاقتصاد أكثر ما وصلت فيها النتائج بنسبة 83.7%، وصلت هذه السنة ل 93.3% وهذا كان واضح إنه في أبسط بنسبة النجاح، وأن الطلبات الحرة ارتفعت نسبة النجاح لأعلى مستوى بالسنوات العشر الاخيره 21.6%، علما انها سجلت اعلى مستوى لها كانت ب عام 2015 2016 ب 17.6%. مثل ما قلت تقليص المنهاج هيك المحاور، يعني رغم الاجراءات اللي اتخذت لضبط هيك للاسف كان في كثير امور عم تطرح اسئله، حول منها الظروف المحيطه بالامتحانات، عدم تشغيل الكاميرات، يعني عدم امكانيه تشغيل الكاميرات احيانا ببعض المراكز، التعاطف
تساهل في طرح الاسئله بشكل كبير من اجل تقليص الفجوه، يعني فجوه العداله بين الظلامين، كل ذلك افضل الى وجود تقديرات مرتفعه في نتائج امتحانات الاسئله. دكتور جابر، كتار من اللبنانيين، وهون ما عم بحكي فقط عن الجسم التعليمي، عندهم كتير نعم. مخاوف عن انطلاقة العام الدراسي المقبل وكيف رح تكون يعني أشكاله، خاصة أنه منعرف وعم ينحكى عن لوك داون أو إقفال عام ببداية العام الدراسي بشهر أيلول، آخرين عم بيحكوا عن عدم قدرة على متابعة الدراسة أونلاين أكيد بظل الظروف يلي عم نقطع فيها من دون كهرباء وإنترنت، فبالتالي عم ينحكى أنه العام الدراسي المقبل هو منه رح يكون لا بريزنسيال ولا يعني لا حضوري ولا عن بعد. دكتور جابر عم تسمعنا؟ شكرا اكيد لك دكتور جابر، يعني مع يعني عم نحكي عن هذا الموضوع بالذات وعن رداءة يعني نوعية الانترنت والكونكشن، وصار هذا الشيء مع حضرتك للأسف على أمل لقاءات أخرى بنحكي فيها بنرجع بهول النقاط المهمة كتير دكتور جابر، لأنه بالفعل كتار من الناس عندهم كتير من التساؤلات، وحضرتك كنت عم بتطل معنا لحتى تصوب أكيد.